السلام عليكم اخوان، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير. اليوم راح اشرح طريقة شبس التمر بالطريقة العادية التقليدية، ما تهني. نبدأ على بركة الله. مثل ما تلاحظون، هذا حط كيس لايلون وعليه قماش حتى يتبخر الماي، ووضع السمسم عليه وبعدة مراحل حتى يتوزع بصورة صحيحة. ينحط الكيس ونحط السمسم عليه. هنا هذا القالب مال لشبس التمر، راح نحط الكيس هنا بعد ما نملأ بالتمر والسمسم واي شيء ترغبون به. ينحط عليه هسه، ينحط عليه هاي الخشبة، وهذا القالب اي واحد يقدر يسويه، بسيط ما بي اي شيء. ينسحق حتى يفرغ من الهواء، ما يبقى بي اي هواء عمد، لا يصير بي اي شيء، اي بكتيريا او هواء يسبب خرابة. وهاي الطريقة، هاي انتي بس التمر، هاي ما بي اي شي. يعني ينحط اللايلون وينحط عليه هذا الغطاء مثل ما جاي تلاحظون، وعلى مود يتبخر الماي، ما يبقى بي اي شي. هاي الطريقة، او اي شي تريدون تحبون يعني تحطون عليه، ترغبون من حبة حلوة، العرق الحار، اي شي ترغبون، بس احنا نحب السمسم لين يعني رغبتنا بالسمسم، يعني بس فقط السمسم، ما نحب شغلات مضافة اليه، على مود لا تروح الطعم مال التمر ما يروح. هاي حبيت اشارككم هاي الطريقة، بس تستفادون من عدها، تعلمون طريقة ما بيها اي شي وسهلة اللي ما يعرف يعني يسوي كبس التمر. هاي الطريقة، شكرا للمشاهدة، مع السلامة.